السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين ومتابعين برنامج نجوم الرياضة. النهاردة حلقة قوية جدا، معانا دكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام، ومعانا النهاردة الكابتن أحمد كهربا رئيس التنفيذي والمالي لشركة أيرون مان فارما بيج جيم، والنهاردة هي مكملات الغذائية الأعلى في المستوى في مصر وفي الوطن العربي اللي بتفيد الشباب الرياضيين وغير الرياضيين. نجوم الرياضة النهاردة حلقة جديدة جدا، معنا الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الأجسام. أهلا بك يا دكتور عادل. أهلا وسهلا شاب، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. النهاردة عايزين بقى نسألك يا دكتور عادل كم أسئلة كده، في من ناحية الشباب ومن ناحية الرياضيين، عايزين نسأله أسئلة من ناحية البطولات الخاصة والبطولات العامة للاتحاد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تحت أمرك. إيه الفرق ما بين البطولات الخاصة والبطولات العامة؟ الاتحاد له اتنين أوجه نشاط. أوجه نشاط محلي اللي هي البطولات اللي بتعمل على مستوى الجمهورية، وبيسبقها البطولات اللي بتتعمل على مستوى 27 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية. النشاط المحلي بتاع الاتحاد، خلينا اتكلم بقى من فوق من بطولات الجمهورية. عندنا بطولة جمهورية تحت 15، عندنا بطولة جمهورية تحت 17، عندنا بطولة جمهورية تحت 19، تحت 21، تحت 23، ودرجة تانية ودرجة اولى. دي الأنشطة اللي بيعملها الاتحاد بشكل منتظم لكافة فروعه ولكافة الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة لبعض البطولات الأخرى التنشيطية، كاس مصر، وجه إبلي، وجه بحري، في عديد من البطولات، وكل البطولات دي بتقام تحت الرعاية المباشرة للاتحاد المصري. الاتحاد المصري عنده فروع في كل المحافظات، كل محافظة لها مجلس إدارة بتقيم نفس النشاطات قبل بطولات الجمهورية عشان تفرخ منها الأبطال اللي بيشتركوا في بطولات الجمهورية. دي البطولات اللي موجودة على الأجندة المصرية. في بطولات كمان موجودة على الأجندة الدولية بنشارك فيها، سواء بطولات عربية أو بطولات أفريقية أو بطولات بحر المتوسطية أو بطولات دولية أو بطولات عالم، ودي بطولات بيشارك فيها منتخبات المصرية بعد عمل تجارب لاختيار الفريق القومي اللي بيمثل مصر في البطولات دي. دي بطولات الاتحاد اللي هي نقدر نسميها، لو حبينا مجازا نسميها، البطولات الحكومية، البطولات اللي بتخص مصر. في بطولات خاصة اللي هي ناس بتكون رجال اعمال عاوزين يعملوا بطولات خاصة بجوائز مالية او بهدايا او حاجة زي كده، وبيتعاقدوا مع الاتحاد لما الاتحاد بيجد ان هم جادين وقادرين على تنظيم هذه البطولة، وبيدعموا الاتحاد عشان ياخدوا على اللايسنس دهوت، وبنتأكد ان هم يعملوا البطولة دي هيت. بنعمل البطولات دي هيت، بندي بيرميشن او موافقة من الاتحاد للاشخاص اللي بتحب انها تقيم هذا النشاط، ودي بتعتبر بطولات خاصة لكن معترف بيها من الاتحاد المصري، ولكن ليست بطولات الاتحاد النمطية. طب ازاي دكتور عادل فهيم جت فكرة البطولات الخاصة، وازاي انها تتفق مع الاتحاد في التحكيم؟ ما هو البطولات الخاصة دي اي بطولة بتتعمل بيحكمها حكام، فالحكام دول هم مصدرهم الوحيد الاتحاد المصري لكمال الاجسام. ما ينفعش نعمل بطولات خاصة وصاحب البطولة يجيب اخوه وابن خالته وابن عمته يحكمه. لا يستطيع اي حد انه يحكم الا اذا كان واخد لايسنس ومسجل في الاتحاد المصري لكمال الاجسام. فسواء بطولاتنا النمطية او البطولات الخاصة، امر يعني اساسي ان يكون كافة الامور الفنية الخاصة بهذه البطولات تحت رعاية الاتحاد المصري، واولهم طبعا تحكيم. طب يا دكتور عادل فهيم، مين اول واحد عمل بطولات خاصة في مصر؟ حلو، ما اعرفش.
يعني انا ما اعرفش ناس كتير عملت بطولاتها. انت بتتكلم على كمال اجسام موجوده في مصر من السبعينات، ففي كمال اجسام موجوده في مصر قبل انا ما امسك الاتحاد ب 20 سنه. لكن ربما الاشهر الفتره الاخيره المهندس احمد علي بيعمل بطوله. احمد علي عملها مرتين قبل كده بطولات على مستوى عالي، والاول مره السنه دي بيعملها كبطوله دوليه تحت اشراف الاتحاد الدولي، ولها كارنيهات تحكيم من الاتحاد الدولي، ولها بطاقات احتراف من الاتحاد الدولي، ولها جوائز ماليه كبيره جدا. طب يا دكتور عادل فهيم، بطولة أحمد علي فعلا دولية يعني زي بطولة عالم؟ بطولة أحمد علي دولية ولها عقد ممضي ما بين أحمد علي ورئيس الاتحاد الدولي، والكلام ده عمم. يعني احنا ايه مصلحة ان احنا نقول ان هي دولية؟ انت لو دخلت على الويب سايت بتاع الاتحاد الدولي اللي هو www.ifbb.com ودخلت على الايفنتس البطولات، هتلاقي بطولة احمد علي بكل مواصفاتها موجودة هناك. الكلام ده مش مجال للشك، ولا انت شاكك ولا قلقان من حاجة؟ ده مش شاكك يا طيب. دكتور، اسئلة. طب يا دكتور عادل فهيم، ايه رأيك في المكملات الغذائية اكسترا واي بروتين من شركة ايرون مان بيج جيم؟ شوف، ايرون مان دي انا بحبها، وبيج جيم، لان اصحابها ناس محترمة، رجال اعمال افاضل. كنا بنتكلم على الحاج الحمزاوي واحنا بنقول له احمد يا كهربا، راجل اعمال قدير ومحترم، وشريكه الراجل الجميل عبد الرحمن شارب. دول ناس بتحب كمال اجسام وبتحب مصر، وهم رجال اعمال بيقدموا لابناء اللعبة كل اللي يقدروا يعملوه. بس انا اتمنى ان ما يكونش ده يعتبر اعلان، لكن دي حقيقة. دي ناس محترمة وجميلة وراقية، وهم اداريين متطوعين معايا في الاتحاد، وهم ناس لا غنى عنهم بالنسبة لي، وهيكون لهم وضع ان شاء الله في الدورة الجديدة اللي هتبتدي اخر السنة دي. شكرا يا دكتور عادل فهيم على اللقاء الجميل المشرف ما بيني وما بينك يا دكتور عادل، حبيبي. شكرا يا حبيبي، وان شاء الله هنغطي على بطولة احمد علي الدولية ونعمل كل جديد باذن الله. مجلس إدارة أيرون مان بيج جيم، أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك كابتن شهاب. النهارده يا كابتن أحمد عايزين نسألك أسئلة كتيرة كده من الرياضيين والشباب. اتفضل. إزاي أنت بتدعم الأبطال يا كابتن أحمد من المكملات الغذائية ومن التغذية ومن الناحية الطبية؟ والله هو دعمنا الأبطال لعبة كمال الأجسام هو دعم جزئي مش دعم كلي. دعم جزئي إزاي؟ إن إحنا بنتبنى البطل في جزئية التمرين، المتابعة العلاجية أو الطبية، المتابعة من ناحية البروتينات، وطبعا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبعده عن المنشطات، لأن احنا شركتنا ضد المنشطات. احنا شركة مكملات، والمكملات والمنشطات ما بيجتمعوش في مكان. اللعيب عندنا احنا بنعمل له كمية معينة من البروتينات والمنتجات الخاصة من شركتنا اللي هو بياخدها كل شهر، وبناء عليها بيتابعوا من عندنا دكاترة أو متخصصين بيقدروا يقولوا له الجرعات إيه ويمشي عليها إزاي. طب إزاي يا كابتن أحمد إن أنا بنظم النظام الغذائي بتاعي من ناحية الأبطال ومن ناحية الأطفال برضو ومن ناحية النساء ومن ناحية دي؟ والله النظام الغذائي بيختلف من بنية لبنية. بالنسبة للأبطال النظام الغذائي بتاعهم اللي بيتابع معهم متخصصين، يعني مش انا اللي بعمله النظام الغذائي، بيبقى فيه دكتور. الدكتور ده بتاع سمنه ونحافه بيبتدي يعمل له حاجه اسمها ميزان انبادي، بناء على الميزان ده بيقدر يحدد نسبه الدهون اللي في الجسم، نسبه الميه، الكتله العضليه والكتله العظميه، وبناء عليها بيدوا له نظام غذائي بيمشي عليه. اما بالنسبه للسيدات والاطفال
ده بيبقى علاج. يعني ان كان في بنت او ست بتعاني من النحافه فبتاخد علاج اللي هو ايه السمنه، ولو في بنت او ست بتعاني من السمنه فبتاخد علاج للنحافه، بيختلف من شخص لاخر. طب استخدم اكسترا واي بروتين، هل ينفع استخدمه للاطفال والشباب، هل الرياضيين وغير الرياضيين؟ والله اكسترا واي بروتين مخلق طبيعي ما فيهوش اي حاجه صناعي، يعني هو عباره عن مزيج من مواد طبيعية ما فيهاش أي حاجة صناعية، فما فيهاش خطر على أي بني آدم في أي عمر من الأعمار. يعني مش مرتبط بأي سن؟ مش مرتبط بأي سن. دليل على كده إن إحنا عندنا أطفال حديث الولادة بيستخدموا السيريلاك، والسيريلاك ده فيه بعض المواد اللي موجودة في الإكس راي بروتين. طب هل لعبة كمال أجسام يا كابتن أحمد بتعتمد على المكمل الغذائي ككلي ولا بتعتمد على التغذية؟ والله لعبة كمال الأجسام الأساسي فيها التغذية، بس عشان البني آدم أو لعيب كمال الأجسام ما بيبقاش عنده سعة أو مساحة في المعدة اللي هو يتغذى التغذية الكاملة، فبنضطر ندخله البروتينات مع التغذية ضمن الوجبات، يعني في وسط الوجبات. في وسط الوجبات بياخد البروتين عشان يعوض معاه بقدر الإمكان عن التغذية. شكرا يا كابتن أحمد في اللقاء الجميل. إن شاء الله بطولة أحمد علي أنغطيها برعاية أيرون مان بيك جيم. أعزائي المشاهدين ومتابعين برنامج نجوم الرياضة، النهاردة في حلقتنا الكابتن أحمد ياسين المدير التنفيذي والمالي لشركة أيرون مان بيج جيم. أهلا بك. أهلا بك يا كابتن. النهاردة عايزين نسألك بقى يا كابتن أحمد عن الاشتراك، نظام الاشتراك في الجيم، الخصومات، الهدايا اللي بتيجي من الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيج جيم وأيرون مان فارما دايما بيحاولوا إن هم يكونوا عند السعر المناسب، الخدمات المناسبة اللي بتتقدم للاعبين من كل النواحي، سواء على المستوى المادي كاشتراكات مخفضة جدا، او على المستوى الرياضي مدربين من اكفأ المدربين الموجودين في المجال، هم اللي بيقوموا بتدريب اللاعبين، هم اللي بيشرفوا على التمارين. تمام. دكاترة من امهر الدكاترة الطبية اللي بتشرف على النظام الغذائي. تمام. بالإضافة إن أنا بيج جيم عندي بيقدم عروض على الاشتراكات الربع سنوية أو النص سنوية أو السنوية. تمام. عامل عرض تاني برضو للطلبة، نظرا إن أنا بشجع الطلبة على الدخول في المجال وفي اللعبة، فبعمل سعر مميز للطلبة، بالإضافة إن أنا بديله حصص ساونا فري، بديله جاكوزي فري، بديله حاجات كتير قوي معايا مميزات تخلي الطالب يقدم على إنه ما يضيعش وقته بره في سواء قهوة او كده، لا انه يجي عندي الجيم يتمرن ويبني جسمه يعني. طب يا كابتن احمد، اللي مثلا المشترك اللي بيجي في الجيم مثلا بيبقى ليه طبعا نظام غذائي، وايه الحاجات اللي بتدوها مثلا المشترك اول لما يدخل من الجيم؟ طبعا في البداية بعمل له ميزان انبادي، انا جايب ميزان انبادي هنا عندي في الجيم من احدث الانواع اللي بتحلل لي جسم اللاعب، بتديني كل العناصر اللي موجوده في جسمه، بقدر بعد كده الكابتن بيشتغل عليها، الا سواء هو جاي عنده دهون عايز ينزلها، عايز يبني كتله عضليه، عايز يكون في اللعبه جسمه شكله كويس رياضي. تمام. فطبعا بنعمل له الميزان الانبادي وبناء عليه بنشتغل تدريجيا لغايه ما بنوصل للمستوى اللي هو يكون احسن ليه. طب هل شركة ايرون مان فارما بتدعم ابطال عالم فعلا ولا؟ احنا بندعم اي لاعب حابب يكون في المجال، وعلى قد ما ايرون مان فارما وبيج جيم داخله المجال، يعني انها بتستقطب لاعبين من جميع المحافظات، يعني انا مش شرط على القاهرة، لا انا عندي لاعبين من محافظات كثيرة جدا. طب هل مثلا اللاعب المغترب اللي بيجي لك مثلا الجيم،
هل انت بتدي له سكن معين او بتدي له ايه الحاجات اللي انت بتديها له مثلا عشان يجي يتمرن كده ويبقى صحته كويسه؟ هو برضو من ضمن المميزات اللي عندنا ان ايرومان فارما وبيج جيم ليها دار الضيافه الخاص بيها اللي بيستقبل اي لاعب مغترب من اقامه لطعام لكل شيء، يعني بنلتزم بيه بنتكفله في وجوده عندنا في القاهره لو هو من محافظه تانيه من كل شيء. طب هل لو كابتن مثلا عندك في الجيم، كابتن عندك في الجيم قال لك مثلا ان اللاعب ده كويس جدا كويس جدا، انت تقدر تدعمه ويخليه بطل عالمي؟ والله بنشوفه وبنشوف قدراته، لو هو فعلا ما يعني عنده المقدره وعنده الحماس ان يكون بطل ليه لا، بندعمه وبنقف جنبه من البدايه للنهايه لما يوصل للعالميه. يعني فعلا انت بتجيبه من الاول للاخر، يعني بتجيبه من الاول اللي هو لسه مبتدئ وكده وبعد كده بتطلعه بطل عالمي؟ اكيد، يعني بنقف جنب اللاعب سواء هو لاعب اساسا وعايز حد يكمل معاه او لاعب من البدايه وعايز حد يبدا معاه، احنا ان شاء الله بنساعد كل اللاعبين. شكرا يا كابتن احمد ياسين على اللقاء الجميل والمعلومات الشيقه، استنونا في حلقات جديده عشان هتبقى فيها احداث مشوقه جدا في بطوله احمد علي باذن الله. أعزائي المشاهدين ومتابعين برنامج نجوم الرياضة، النهاردة معنا المدرب العام الكابتن سعيد من شركة ايرون مان بيج جيم. أهلا بيك كابتن سعيد. أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. أهلا بيك. عايزين بقى نسألك كده كام سؤال كده كابتن سعيد. اتفضل. دلوقتي في أبطال، عايز أعرف الأبطال اللي هنا، عايز أعمل لهم كده يوم استعراضي بالأسامي. إن شاء الله عندنا أبطال كتير في جميع الأوزان إن شاء الله، وهنقدر نطلع أبطال أكتر لمنتخب مصر إن شاء الله تحت قيادة الكابتن أحمد كهربا مدرب صاحب بيج جيم والفعال في زي ما بيقولوا كده في منتخب مصر إن شاء الله. طب يا كابتن سعيد، أنا عايز مثلا اللي جاي مبتدئ معاك في التمرين بتديله إيه النظام الغذائي مثلا نظام التدريب؟ بيبقى عايز يوصل للبادي بيلدينج. هو كل لاعب بيجي الجيم فاكر إن هو مثلا هو يجي بسرعة لكن إحنا بنعمل هنا حاجة اسمها إمبادي للاعب كدهون وكمية وكعضلات، وبنشوف اللاعب قدراته قد إيه. كقدرات معانا بنجرب الأول اللاعب، بنشوفه هو فعلا جاي يتمرن يعمل عضلات ولا جاي مثلا في ناس بتيجي كده الجيم يعني حبه ترويش. طيب يا كابتن سعيد، انا عايز اعرف دلوقتي عندك مثلا بطل عالمي، تمام، في مثلا عضلات بتبقى خفيفه عنده، في عضلات بتبقى كبيره عنده، ازاي انت بتنسقها مع بعض؟ بالنسبه لكل انسان فينا في عضلات نص دايما بيختلف، لو واحد اشول بيبقى نص الشمال اقوى من نص اليمين، بحيث ان النص اليمين بيبقى هو مثلا لو انا يمين بيبقى هو ده اكتر عضلات فيه بتبقى جامده، الشمال بيبقى ضعيف شويه، ببتدي العبه بقى على الضعيف الاول، يعني ابتدي بالضعيف دايما. طب يا كابتن سعيد، انت عارف ان الرجلين دي من اصعب التمارين اللي انت بتقدر انت تتمرنها، يعني انت تقدر تعمل بيها عضله كبيره، فانت يعني ليها نظام غذائي اكيد معين عشان تكبر العضله وفيها؟ طبعا احنا دايما هنقول ده، انا اقول اول شيء ان الرجلين هي نص الجسم، ولعيب كمال اجسام من غير الرجلين انا شايف ان هو مش لعيب كمال اجسام، لا يصلح ان هو يكون لعيب كمال اجسام. احنا دايما 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 بنشوف الناس من فوق جامدين، لكن النص التحتاني دايما دايما بيبقى ضعيف. ليه؟ لان اي لعيب كمال اجسام في مصر بيبتدي بالنص الفوقاني اكتر من قبل النص التحتاني. احنا هنشوف مثلا الناس دايما في اوروبا او اللعيبه الجامدين قوي بتوع، هتلاقي نصهم التحتاني اقصى واجمد من النص الفوقاني. فاحنا هنا في مصر اللعيبه هي دي مشكله المدرب واللعيب. اللعيب يبقى بيلعب عشوائي في الاول، وبعد كده لما يروح للمدرب يبتدي يفهمه ان النص التحتاني اقصى من النص الفوقاني، لازم ندون نبدا بيه الاول. طب يا كابتن سعيد، تمرين الفيزيك وكلاسيك فيزيك والبادي بيلدنج بيختلفوا عن بعض ولا هم نفس التمرين؟ هو كله نفس التمرين، ما بيختلفش كتير، يعني التمرين هي واحد، اصل التمرين دي حاجه سيستم واحد، مش هنقدر نقول ان تمرين البادي بيلدنج حاجه والفيزيك حاجه، هم كلهم واحد بس في التغذيه، يعني في التغذيه وفي طبعا هنقول ايه في البروتين.
طب يا كابتن سعيد، انا عايز اعرف السايكل بتاع الكارب وسايكل البروتين ايام النشافه. النشفان دون حسب الاجسام برضك، في اجسام دهنيه كتير جدا وفي اجسام بتبقى نحيفه بطبعها. يعني في واحد مثلا بيجي لك مثلا جامد بس عنده نسبه الدهون عاليه جدا، فانت بتعمل مثلا تبتدي تشتغل معاه وتشوف الاول هيعمل ايه معاك، هيوصل لحد انهي مرحله. اخر مرحله هتلاقي برضك في شويه ميه شويه دهون. احنا دايما دايما عشان اقول بقى في ناس بتستعمل حاجات كتير، احنا بقى بنقول ايه، هنستعمل الاول الاكل، حته تنظيف الاكل، حته تنظيف الاكل دي في اي لاعب، حتى لكل الناس، مش هنقول بتاع كمال الاجسام بس او لاعب كمال الاجسام زي الناس ما بتقول، لا هنقول لكل الناس على العموم. دايما سوري في اللفظ، يعني البق هو دون لكل الناس. اللي عايز يخس يبتدي يمسك شويه، ما ياكلش كتير، ينظف تنظيف الاكل. بالنسبه للعيش، بالنسبه انت عارف حضرتك ان احنا ثلاث ارباع المصريين بياكلوا كتير عيش، لا طبعا، والمكرونه والحلال لانها مصنعه. فاحنا في كمال اجسام غير، انا بقول لاعب كمال اجسام دون دكتور بامتياز. طب والكارب سايكل قبل البطوله مثلا باسبوع يا كابتن سعيد بتبقى ماشيه ازاي مثلا؟ بالنسبه للكارب، الكارب يعني بياخد نسبه بسيطه عشان ما يبقاش الكارب فيه عالي الدهون ويبتدي يعوم اللاعب شويه. يعني لو نسبه الكارب مثلا عاليه ايام ال يبقى اللعيب مغيم شويه، مفيش ديفينيشن عالي، هيبقى مش بروفيشنال زي ما احنا بنشوفه. طب عشان اعمل ديفينيشن عالي اعمل ايه؟ النظام الغذائي بتاعي هنقلل، طبعا هنقلل الوجبات اللي هي اللي فيها الفات كتير، وهنبتدي نشتغل على البروتين. ولاعب كمال اجسام بطبيعته يعني بروتينه بيبقى عالي شويه غير الانسان العادي. شكر خاص للكابتن سعيد شارب اللي منور برنامج نجوم الرياضه، وهو قال لنا معلومات جيدة هتفيدنا في لعبة كمال أجسام والفيزيك وكلاسيك فيزيك. تزورونا في لقاء خاص مع رئيس الاتحاد الدولي لكمال أجسام رافائيل سانتونجا.